لا شك أن الاستقرار السياسي في العلاقات بين الإقليم والمركز، هناك أطراف لا تريد لهذا الاستقرار، وبالتالي هذا العامل يراهن عليه الكثير من الأطراف السياسية التي تسمح بتلويح هذه الورقة الكردية لاستمالة آراء بعض الموجودين في الجنوب من أبناء الشعب من جمهورهم أيضا، وبالتالي الإخفاق في هذه العلاقات هي ورقة تعتاش عليها بعض القوى السياسية لتسجيل مواقف معينة بغية تحقيق مكاسب انتخابية في المرحلة القادمة، بحجة أن الموازنة بين تدفق الأموال، أن هذه الأموال يستحقها أبناء الجنوب، وبالتالي هذه الأحزاب باتت تلعب على هذه الورقة. لأن الإيجابي في الموضوع أنه السيد السوداني عندما ينشئ علاقات إيجابية بين حكومة المركز والإقليم يشهد لها الاستقرار، هذا ينعكس على الجمهورين سواء في إقليم كردستان أو في الوسط والجنوب، وبالتالي أبناء الشعب عندما تكون هناك علاقة وطيدة بين المركز والإقليم ينعكس على أعمال المواطنين، ينعكس على الوضع الاقتصادي، ينعكس على حياتنا إحنا كمواطنين بالتبادل التجاري بين الإقليم والمركز، السفر إلى الإقليم، وبذلك هذا الموضوع لا يرتقي ولا يريده البعض من أطراف القوى السياسية. طيب. الآن السيد السوداني يسعى لخلق هذا الجو الإيجابي من أجل نجاح حكومته، وبالتالي هي تحسب له كرئيس حكومة سلطة تنفيذية يمسك العصا من المنصب ومن المنتصف ويقيم توازنات بين القوى السياسية.